ده ولا كأن الاتحاد المصري بعت حاجة. هو حقيقي لو كان النادي الأهلي أخذ البطولة ووصل لكأس العالم للأندية كان الدوري هيتلغي؟ آه حقيقة. الدوري ما كانش هيكمل؟ آه. هي دي بينها وبين الحاجة التانية ربط؟ معرفش. هو مؤجلات الأهلي لو كانت زادت بقى وراح كأس عالم للأندية وبقى في عدد معين مؤجلات كان هيبقى لها وقت؟ لا. كانت أزمة عند الاتحاد المصري؟ آه كانت أزمة. كانت مشكلة عند الاتحاد المصري؟ آه كانت مشكلة. عناوين واضحة جدا وبسيطة جدا. بقول لكم بعد ربنا اللي وقف مع النادي الأهلي جمهوره وإدارته. المباراة أكيد فيها مشاكل كتير وأكيد الضغط. أنا كنت بكلم زمايلي الصحفيين اللي كانوا موجودين في المباراة. ضغط غير عادي، ضغط غير عادي وضغط كبير. الأهلي أكيد متعود على ده ولعبته عندها الخبرات اللي زي ده. لكن كلمنا على وليد سليمان في الملعب، مفيش واحد في ال 11 لاعب ما ضربوش. هيمسك كورة إزاي؟ لكن في الآخر ككورة لازم أقول كلمة حق. إمبارح الأهلي ما كانش في يومه، بس ليه مش في يومه؟ ليه مش في يومه؟ ممكن بقول لك كل واحد يقولها من وجهة نظره. ممكن واحد يتكلم عن التشكيل والتغييرات ولعيب ما كانش بيلعب وليه بيلعب، اقول له انت بتتكلم صح. واحد تاني يتكلم عن ان بعض اللعيبه كانت عندها نوع من الرهبه وما كانش في حماس، اقول له ممكن. واحد تالت يجي يقول لي روح الفانلة الحمراء. السر الحقيقي للعيبه النادي الاهلي، السر الحقيقي والسر القوي للعيبه النادي الاهلي روح الفانلة الحمراء. ما كانتش ظاهره بالشكل المطلوب في نهائي، اقول له مظبوط. لكن اكيد كان في ضغوط كبيره جدا. بقول لكم الاهلي بياخد بطوله بيفقد بطوله بيقفل الصفحه. الاهلي كان بيطلب التاسعه والترجي مبروك، كانوا فرحانين جدا بالثالثه، بالبطوله، كل البطوله الثالثه الافريقيه. زي ما انتوا دايما متعودين الصفحة بتقفل،